مرحبا بكم في صحة ماج. كما كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال، وإذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم راح تعرفوا على العلكة وشنو هي الفوائد اللي عندها. في رأيكم لو شوينغوم عنده فوائد؟ هذا شيء صحيح، كثير من الأشخاص يمضغوا شوينغوم للتسلية ولا باش يديروا الفقاعات فيها، مي هما ما على بالهمش بلي العلكة خالية من السكر عندها فوائد عديدة للجسم، وقد تكون هذه مفاجأة لكم. العلكة ولا الشوينغوم عنده فوائد بزاف، هو يعزز من الإدراك، يزيد في القدرة من التركيز، يعزز تدفق الدم إلى الدماغ، يزيد من كمية الأكسجين إلى الدماغ مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي، يزيد في اليقظة. الشوينغوم يقلل من الستريس القلق والإجهاد والتوتر، يقلل من التهاب اللتة، يعاون في التقليل من الحمض في المريء، ينعش النفس ويقضي على رائحة الحب الكريهة. يعاون تاني الشوينغوم بزاف الناس المدخنين باش يحبسوا من التدخين. الشوينغوم ينقص من جفاف تاع الفم ويخفف من ألم الأذن أثناء رحلة الطيران. كما أنه الشوينغوم يعاون على التخفيف من الوزن، وتوصي الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بمضغ العلكة لمدة 20 دقيقة بعد تناول الوجبات، حيث أنها تقلل من طبقة البلاك في الأسنان. كي تشرو الشوينغوم لازم تخيروا الاصناف الخاليه من السكر باش هكا تجتنبوا الاضرار تاع السكر، وثاني الاضرار تاع السكر على الاسنان تاعكم. ان شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعاودوا تشوفوا صحه ماكس على انترنت، فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، بقاو على خير.